والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات، أيتها البنات السمتين، إن الله خلق الخلق وقدر الأرزاق وجعل بعد هذه الحياة حياة أخرى فيها يقف الناس بين يدي ربهم العظيم حفاة عراة غرا كما خلقهم أول مرة. فهذا آخذ كتابه بيمينه وهذا آخذ كتابه بشماله، والدنيا إنما هي قنطرة للعبور وليست للاستقرار. الدنيا دار ابتلاء ومحن ومنزلة قلعة وعناء، لقد انتزعت من أيدي الأشقياء الأقوياء الأتقياء، فهي الغاوية لمن أطاعها والمغوية لمن استرشدها. فطوبى لعبد اتقى فيها ربه وقدم فيها توبته قبل أن تلفظه الفانية إلى الباقية فينادى فيحشر. أما إلى جنة لا ينقض نعيمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها. ويقارم ديس قذيليث أيم سبرذي الحون غيب المسكوت دي غليير غور كردك عجف نوسان دونيت كسد ورث فيه سكربي ميتيا الحسان سكريس دا سمير ربي الحكمي كادي ضرو نصنا غنسرون الناس يوادي تخمان شيطاني إذا نغيك تدو كل سدهو سيونرنو يغد قرفان غور كربي عنو كل سندعو سفايت كنيس انطلاب غور كربي عنو كل سندعو سشماغي جنطر حماني يثمن المؤمنين. ثم أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للخير لمفاتيح وإن للشر لمفاتيح. يقارن فين أشبح صلى الله عليه وسلم إنين الخير يسعى في سورة الشر يسعى في سورة. ثم ارتقي في حواج يرقزل هذا البلاد تسحق رجال، هذه البلاد خلوها لنا الشهداء خلوها لنا رجال للجناح تيدي يرقزل في حواج يرقزل. ثوالم يا رمضان قشتو في رمضان الكريم هذا صروا امورات كرامات كبار بينت الفطره تاع الجزائريين في كل نواحي في كل مجالات كساسوا الشركات التجار الاشخاص. والسنه قاعد داني رمضان كي ايفنت الخيرام قران تقولها ولي جزائريين ثوالم الجوا مع كي شوار شتو الجامع كيفاش معارين ناس تصدق مطاعم الرحمه الدوله تعالى واش دارت الفقراء والمساكين التجار واش داروا ليزاسوسياسيون الجمعيات. والله شفنا خير كبير وكلش مبني على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحمة ولي الله ندير لقاك ويرحموا ولي الله نقول لي. وبهذه المناسبه الطيبه لشركه موبيليس اللي قامت بهذه المبادره الطيبه، احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. افون تو هاد الشركه فيها بشر فيها ناس كيما احنا، وهاد الناس هادو يخافوا كيفاش يقبلوا ربي راهم في ميدان تاع مسؤوليه، عندهم المال عندهم الشركات لازم يديروا حاجه لهذا المجتمع لهذا الشعب. من هاد الشرائح المجتمع اليتامى، اليتامى اللي محرومين من الابوه ولكن ماشي محرومين من الرجال. باسكو دي فرا دي فوا يكون عندك الاب ولكن هذاك الاب ماشي بلاصتو، دي فوا ما يكونش عندك الاب ولكن يجي لي رومبلاسي الاب تاعك. والنبي عليه الصلاه والسلام واش يقول؟ انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. نكي ذوي دير في ذاكوشي ابو ضاد هاكي ديال الجنه، كرب ويلي خمني وكوشي كساسوا غير العواشر، نا غير القرايه، نا غير رمضان، جميع اللي يخدم اللي خدمه اليتيم راهو يكون جار تاع النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر المؤسس موبيليس اللي قامت بهذا الامر العظيم اللي هو كسوه اليتامى تاع المنطقه، نشكرهم بزاف. وما نطولش عليكم، هذا شهر رمضان شهر العواشر، مادام كاين هنا مسؤولين تاعنا ما عندهمش الوقت اللي ذاك يلوس على طاسو باش يهضروا حل اديني واقي الشهر العظيم شهر المغفره شهر التوبه شهر الرحمه شهر البركه شهر القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران. والله غير كاين خير كبير في المجتمع، انا برك لي لحق هذا الخير، انا برك لي خرج الخير من قلوب الناس، الا الخير المجتمع يتمثل.
إلا الخير الغاشي ولا غد كيسوا ديو أقليل حق المنطقة العباد عاونن صدقن في كاليد ريمني مقرانن عاونني كوجيلن عاونن تجار عاونن ويثير لوصن عاونن ذي خدامن. هذا هو الجزائري الحقيقي، هذا هو الجزائري كي أونور للمارتير اللي راهو قابل هذا العهد هذا البلاد. أفاش قلت مثلا هذه لوكازيون، هذه مناسبة تاع فرح، تلقي المناسبة مثلا لا تبغارين لا تحدايب لا نوراش، إن شاء الله غنفرحك الملة. هذه سيدي ربي خوانا يا ربي ذو فريد اللقان، هذه صلح ربي أمورنا. بارك الله فيكم، ربي يجازيكم كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ثمير في الأول.